السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن خبر اعتزال الفنانة ليلى طاهر. طلعت واعلنت اعتزالها الفن نهائيا. هقول لكم تفاصيل الموضوع، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن نقل الاعلامية شريهان ابو الحسن الى المستشفى. كمان يا جماعة الفنان ماجد المصري بيخضع لعملية جراحية خطيرة في عينه، وطلب من الجمهور الدعاء له. كمان مغني المهرجانات عنبة يا جماعة طلع واعلن اصابته، ان هو تعرض يعني لوعكة صحية جديدة وتم نقله المستشفى وطلب من الجمهور الدعاء له. اقول لكم كل التفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا هبتدي معاكم باول موضوع، خبر اعتزال الفنانة ليلى طاهر. طلعت واعلنت اعتزالها الفن نهائيا. هقول لكم شوية تفاصيل. بصوا أكدت الفنانة القديرة ليلى طاهر على أنها اعتزلت التمثيل احتراما لتاريخها الفني، مشيرة إلى أن الوسط الفني تبدل. بصوا قالت إيه؟ أضافت ليلى طاهر وقالت الفن وصل إلى أفضل حالاته في الوقت الراهن، وأصبح على غير المستوى اللي كان فيه عليه قبل كده. وأشارت ليلى طاهر إلى أن الفن حاليا عاد لما كان عليه من قبل، بظهور نجوم شباب ومخرجين مميزين، ولكن طالت مدة غيابها عن التمثيل، وأصبح من الأفضل أن تكون أنهت مشوارها الفني بأعمال فنية جيدة. أشادت الإعلامية كذا كذا. بيقول لك بقى، بصوا يا جماعة، هي كان يعني ليه الموضوع أو ليه هي اعتزلت الفن. بصوا الفنانة ليلى طاهر طلعت أعلنت اعتزالها الفن لأن هي بتقول لك أنا بحترم مشواري الفني، وما أقدرش أعمل حاجة تبوظ كل اللي أنا عملته قبل كده من مسلسلات وأفلام، وصراحة هي فنانة قديرة وعلى دماغنا من فوق. لكن هي طلعت وقالت أنا مش هقدر إن أنا أمثل تاني، ومش هقدر أعمل أعمال فنية تاني احتراما لتاريخي. هي شايفة ان تاريخها حاجة كبيرة، ليها رصيد كبير من المسلسلات والافلام، ومش عايزة تعمل اي حاجة تاني جديدة، عايزة تقف لحد كده. كمان يا جماعة حكم السن دلوقتي سنها معدي طبعا، فما تقدرش، بتقول ان ما اقدرش اقف تاني قدام ممثل واحفظ كلمات واروح استوديو واصور واروح واجي. خلاص كل سن وليه وقته يا جماعة. وطبعا انا بفرح قوي قوي لما بطلع واقول لكم عن خبر اعتزال اي فنانة، ببقى فرحانة قوي يا جماعة ان اي فنانة طلعت اعلنت اعتزالها. كمان الفنانة عبلة كامل من قيمة كام يوم رسميا طلعت واعلنت اعتزالها الفن. طبعا دي اخبار بتفيد، لكن الفنانة ما طلعتش واعلنت، لا ده حد يعني من القريبين ليها هو اللي طلع واعلن. لكن الفنانة ليلى طاهر هي اللي طلعت واعلنت مع اعلامية كبيرة عبر ما كانوا بيكلموها في التليفون، هي ما كانتش في لقاء، كانوا بيكلموها في التليفون واعلنت اعتزالها الفن نهائي. اتمنى منكم تدعوا لها دعوه كويسه ان ربنا يوفقها في حياتها الجديده. بصوا يا جماعه الموضوع الثاني، موضوع نقل الاعلاميه شريهان ابو الحسن الى المستشفى. بصوا الاعلاميه شريهان ابو الحسن مذيعه واعلاميه مصريه اشتهرت من خلال برنامج ست الحسن. بدات مسيرتها الاعلاميه كمراسلة لقناة عمان، أيضا لقناة دبي، بعدها أصبحت مديرة مكتب قناة عمان في القاهرة، وعملت بالتلفزيون المصري حيث قدمت على القناة الثقافية برنامج الأجندة وبرنامج البحث عن الإنسان. اللي حصل طلع امبارح خبر ان هي اتنقلت للمستشفى. طب ايه الموضوع؟ اقول لكم كل التفاصيل. تعرضت الاعلاميه شريهان ابو الحسن لازمه صحيه مفاجاه، دخلت بسببها الى المستشفى، ونشرت احدى صديقاتها صوره لها من داخل المستشفى. احط لكم الصوره عندي على الصفحه. وأعادت الإعلامية شريهان أبو الحسن نشر صورة جمعتها بصديقتها في المستشفى عبر خاصية الستوري الإنستجرام. علقت المطربة علياء صبحي وقالت ألف حمد لله على سلامتك يا غالية، لكنها لم تكشف سبب نقلها للمستشفى، ويشار إلى أنه خلال الساعات الماضية تعرض عدد من المشاهير لأزمات صحية وحوادث، ومنهم والدة الفنانة لطيفة اللي دخلت غرفة الرعاية المركزة وبيقولوا إن حالتها الصحية متدهورة. أتمنى منكم تدعوا للإعلامية شريهان أبو الحسن بالشفاء العاجل. لكن لغاية دلوقت إحنا ما نعرفش هي دخلت المستشفى بسبب إيه أو ليه دخلت. الموضوع الثاني، موضوع الفنان ماجد المصري.
بعد ما طلع امبارح واعلن ان هو بيعمل عمليه في عينيه. طب ايه الموضوع؟ هقول لكم شويه تفاصيل عن الفنان وبعد كده اقول لكم ايه الموضوع بالظبط. بصوا، الفنان ماجد المصري يا جماعه ممثل مصري من مواليد 19 مارس 1963، عنده بالظبط 60 سنه، من طنطا، متجوز ومخلف ولد واحد اسمه احمد المصري. ايه الموضوع؟ الموضوع كالآتي: كشف الفنان ماجد المصري عن خضوعه لعملية جراحية في العين، وقال عن إجراء عملية جراحية في عينه في أحد المراكز المختصة في أبو ظبي. قال: النهاردة عملت عملية الليزر، كان عندي قطع في الشبكية، وعملت عملية هنا في المركز الأسباني في أبو ظبي، وأنا حاليا في أبو ظبي عشان عندي تصوير، والحمد لله على كل حال، واللي بيحبني يدعيلي دعوة كويسة في التعليقات. عرض للفنان طبعا ماجد المصري مؤخرا فيلم ابو نسب بطولة الفنان محمد امام والفنانة ياسمين صبري. يذكر ان ماجد المصري يشارك ببطولة عدد من الاعمال التلفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منهم مسلسل المحارب، وده هيتذاع في رمضان الجاي بطولة الفنانة ايتن عامر وهدى حسين وغيرهم من الفنانين. طلع اعلن ان هو بيعمل عملية في عينيه. بيعمل عملية ايه؟ بيقولك حصل له حاجة اسمها قطع في الشبكية، ودخل يعمل عملية في عينيه. عملها يا جماعة مش في مصر، عملها في احد المراكز المختصة في ابو ظبي، وطلع واعلن كده عشان يقول للجمهور ادعوا لي دعوة كويسة. كل اللي بيحب الفنان ماجد المصري يا جماعة يدعي له دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع الرابع: موضوع مغني المهرجانات عنبة. بعد ما طلع امبارح واعلن على صفحته الرسمية على الانستجرام والفيسبوك ان هو مصاب او عيان او تعبان، وبيطلب من الجمهور الدعاء له. بجد اليومين دول يا جماعة الناس كلها تعبانة، ناس كتير او تعبانة يا جماعة اليومين دول، لا حول ولا قوة الا بالله. حتى انا لسه كنت قايمة من حاجة، يعني انا مش عايزة اقول لكم، انا كنت بموت، كنت بقف اصور وبشتغل، بس بجد بجد كنت منتهيه، ما كنتش بقدر، يعني عقبال ما بعمل الفيديو كنت بقعد 3 ساعات او 4 ساعات حاسه ان انا مش في الدنيا، كنت بدوخ، ولغايه دلوقتي لسه بدوخ، وحاجات صعبه يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. تعرض مطرب المهرجانات الشهير عنبة لوعكة صحية مفاجئة، وكشف عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على الانستجرام والفيسبوك، وقال كتب وشارك عنبة جمهوره بمنشور خاص على صفحته الرسمية، وقال: يا رب شفاك، وذلك دون أن يكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية اللي تعرض ليها. يعني طلع وكتب يا رب شفاك او بيدعي لنفسه، بس ما قالش هو ايه اللي عنده بالظبط. بجد ناس كتير اول الفتره دي تعبانه، لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم تدعوا لجميع مرضى المسلمين ان ربنا يشفيهم ان شاء الله، وان ربنا يعدي الشتاء دي كده على خير، لان الشتاء كلها الواحد بيعيا وبيبقى كلها امراض، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لا تراد.